رجعنا لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا الاول الحكم السابق مكرم اللاجين. في الساعه الثانيه باش نستقبلوا المسؤول المستقيم الهيئه المنحله للنادي الافريقي فوزي الصغير. نبداو مع مكرم اللاجين، نرحب بك من جديد مكرم. ونحمس لك اول سؤال، احنا بيك شويه مده تالي بو مش شويه برشا. البدايه في التحكيم كيفاش جات من الاول بكل؟ والله بداية احنا دخلنا وقتها في الليسي عاملين دي كونكور، شكون يحب يجي له؟ كيفاش يطمعوا فينا بكارتة تاع ستات؟ يجيو يقراوا الاربيتراج، يعطيكم كارتة تاع ستات. انا صغار وقتها. قد عمرك وقتها؟ 17. ما كاوش محمد المغرب الصغار المغربيين بالكل يمشيو يكاوروا تاستيو. كاوروا ما هذاك كي نلقاو نحن جو ستاد على ذمتنا ستاد الاولمبي اللي عطاونا كوارت وقتها ويقريوا فينا بشويه بشويه. بعدين لي فوا بديت دخلت انت. ما كنتش مخطط لهم. اي لا لا حتى واحد ولا حكم يقول لك كنت مخطط الا اللي بو اربيتر مثلا. اللي الاخرين اللي زفروا كل يدخلوا على دخلنا كل احنا جروب كامل دخلنا مش ناخذوا كارت تاع ستات. فهمت. مش تفرجوا على دوها. اه. والغادي واحد اختف ولا فهمتني ولا تغرم وحدك. صحيح. تخرج الماتشات وتبجي كذا تغرم بطبيعتك. نعطيك معلومه كنت حكم مثلا. اي عامل درجه ثانيه وبعد ما كملتش. انا في ديرالي خرجت في ديرالي. لا بعيد عاد. انت وين في تونس؟ في تونس. اي ثم برشا اسمعني ثم اللي بيتيقش الظلم. صحيح. ثم تعرف انت دخلت ماذا دخلت حكام تعرف ثم برشا ظلم. فهم. ثم برشا محبات. في نفس الشابه. تلقاك داخل انت وياه والاخر يمشي ياخذ سبوار وانت مازلت مروح. صحيح. هو يزفر سبوار على خاطر بوه وعمه وخوه. فهم. وصاحب بوه وكذا. ثم يقول لك فك عليا. ثمك الروتار تاع الفلوس زاد قناة لامبا وكل جمعة 20 و15 30 وهم ما يعطيوكش فلوس يعطيوك بعد 6 شهور 7 شهور يقول لك فك عليه باش نقعد نصرف يبط. ثم الخدمة ثم اللي يمشي مثلا في 16 9 شهور 10 شهور ينساه التحكيم. اي ما فيهاش فلوس هي تعب اكثر من 5000 فرنك كما تلمدهم تفكر وقتها الماتش 11000 ماتش 11000 يعني وتاخذ 100 فرنك على ترونسبور على كيلومتر دخلت ب 5300 معناها الماتش كل نمشي 15 كيلومتر ناخو 8000 ونمشي للقروان نزفر اليورو تور يعطوني 10000 معناها لا وتاخوهم بعد 6 شهور وبعد 7 شهور ويجيوك ناقصين وعام وعام ويضيعوا لك البردورو ما كانش تم اعلاميه الحقيقه كانوا البردورو بالواحد كانوا ثم واحد يعمروا له فلوس كنت تمشي للاخر فلوس للاخر بالطالون تاع الفيديو ماتش بالطالون تخبيه قداش في الشد كي كانت حاله فاجئتك والله فاجئتني الحقيقه بيه كيفاش تقيم مسيرتك التحكيميه مكرم راضي عليها ولا كانت شكون ما خير؟ ولكن تكون خير يعني خاصه كي زفرت اول ماتش بتاعي في الانترناسيونال في المغرب بين ماتش اميكال للمغرب والتشيك وفي كل حد رياضي عندهم برنامج رياضي كان الكزاز يعدي فيه وجاني كوميسار وكان حاضر في الاستوديو وقال لهم وقت قال لهم سناو حكم كبير في افريقيا ونصوروا المستقبل التحكيم لكن التحكيم مش كومبيتونس بركة تحكيم برشا علاقات التحكيم إملاءات التحكيم برشا كشوف معناها يجب ترضى يجب تكون عبد آخر ما يجبكش تكون صريح ما يجبكش تكون يجبك كي يظلموك تسكت تهزو تليفون تعيد على سي فلان تعيد هذاك نعيد وحتى ما تتمرط على سي فلان ثم برشا حاجات اللي حقيقة ما تجيش معناها ما يجبكش تكون يجبك سمحني في كلمة نحبش كبرها تكون معنا حتى كي بخسوك لازم تكون مريكلين متملق على بالك شي يسمك الله ينصر مصباح. طب باش نجيو بعد شويه كواليس خلينا نمشيو للاخر التعليق الصفارة كيف خذيت الديسيزيون؟ شوف هو راهو على خاطر المشكله اللي صارت وخاطر المشكله هو راهو عندي كي ظلموني في 2010 اني بطلت ودخلنا في القضاء بيني وبين جامعه الحفصي وربحت قضايا بتاعي لكن ما طبقوهمش وقت المسؤول عليهم وزير الرياضه العبيدي وقت سمير العبيدي للتاريخ تاريخ مش يبقى لهم ما حبوش يطبقوا القانون بعتلي بطلتك ال 10 شهور وبعد جات الثوره خاصة قال علي الحفصي ضحيه لي من المنبر هذا بعتلي ما هو الناس زقاء وقال طب سماح وهذا كي جاء حد في شمس فين طلب المحاضرة وما عندي دخلت معاه وما عنديش حتى مشكل قلبي يبني ذلك كل شيء بالكتبة بعد جاء أنور الحداد رجعت وقت بعد ناح أنور الحداد جاء سي وديع الجري المفارقات الغريبة والعجيبة وديع الجري كان معايا هو كان وقف معايا ضد علي الحفصي في القضية بتاعي الحقيقة
وللتاريخ مش نقول لك اللي هو كان سند بتاع وعمل 4000 مشكله على خاطر باش نجيو بعد علاقتك مع وديت راه كيف فيها الحكايه وتحدى الناس كل وكان حتى يقول لي اعمل لك يدير يجي فيه باش ناخذ حقي اي نعرف علاقتكم كانت كبيره برشا بعث لي كي خذاه هو ولا الجامعه جيتو قلت له يا سي وديع والله العظيم ذكرك كما تو قلت له توني وصلت الحاشمين ترى الجامعه خاطر كنت انا من المؤيدين مع وديع الجري قلت له اذا وجودي قلقك اين انسحب اني بطلت مازال 6 سنين قال لي انت خويا بعدين تفاجئ اللي هو عملوا عليه برسيه وقت ما كانش خويا وديع الجري وكان اي حاجه فهمتني ولا معناها ثم برشا نباره وناس تحكي يقول لك توكل رجع مكرم تو العباد يقولوا خاطر صاحبه ما انا وقتها من حقي وقتها باش ادخل القائمه الدوليه بالقانون بالقضاء اللي قضيتي ربح ويطلب الكناس تطلب مني نرجع يرجعوا لي القائمه الدوليه والا بالنوت وقتها نحن مستنسين ناخذوا النوت الباهيه ونقسموه اما جيت تقسمني الي على 9 وجمال بركات شريك في الجريمه هذه سمعني يقول لك كل جريمه اني قسموا لي على 9 وقسموا الجماعه على 5 بدي اعمل جيب اقل نوت علاش مش ما تدخلش هي رغم اللي كنت مسنود قلت صاحبك ودي اي ما هو وقت مش يقولوا راهو دخل انتقد فيه راهو علاقتي شفت الانتقاد كل راني نعيد عليه تحكيه اليوم نعيد عليه وديع الجري وقتها صارت المشكله في بافريكا عطيت استاد وقتي في الشباب الرياضه والناس كل دارت علي يعني وعملوا جمهور تحت حلقني في الاسئله انت تو وقتها الجمهور كسر باش نجيك عندي وقتها الجمهور كسر الاستاد وديع الجري برا خلص الخسائر طلعت الفريق كله كنت كانت حتى امور عائليه بيناتكم تدخل دار ويدخل يعني نقعد اخوات اصحابي هو صاحبي نقعد مع بعضنا نتقابلوا معناها بو صاحبي لكن العلاقه هذه حسيت روحي ظلمت الحقيقه واني رايك كنت ظلم ما نسكتش هذه مشكلتي في كل بقعه ما نسكتش على ظلم باهي احنا دخلنا في الموضوع ديريك خلينا نكمل فيه السوجي نتاع وديع الجري انت توقعتي علاقتنا صافيه طبعا انا عندي معلومات تقول انك توقعتش تكون حتى موجود في اداره التحكيم لا متاكد اكثر من متاكد لو كان تجيك العرف تقبل ولا ما نقبلش لاسباب السيستم تاع اللي يخدموا به مثلا انا مش في مخ فهمتني ثم بعض الحكام متملقين لازم يتنحى اليوم الساحه ما تنجمش ونتحمل مسؤوليه كلامي تدخل مش تحاول تصلح في وجود بعض الاسماء اللي عليها شبهه كبيره فما تغييرات منتظره في الايام القادمه في الجوانب التحكيم ما يبداش في المسؤولين هاسكو الكادر اليوم تنجم انت تقف كمسؤول وتقول لا اللي يامن الملولشي اللي في كل مشكل في الستاد في كل ماتش تلقاه موجود اليوم تنجم تقول لا نحيلي بعض الاسماء اللي مدعمه واللي عليها برشا مشاكل واللي في نزفر لهنا ثم مشكل ما تنجمش حسين جنيح صديقك اخويا هو باش يكون الواسطه بيناتكم لا صحيح حسين البارح انا وياه في التليفون واني علاقه طيبه بالناس الكل اما مش بدليش وقد ما نقعدوا صدقني قد ما نقعدوا في الطنبة كي انتقد في وديع الجري وتقنا قاعدين معنا في القهوة والله لا عمره قال لي قول ولا ما تقولش كيما اتهمه حسين اللي هو يقول لي قول على خاطر رضا شرف الدين وقت هذه ننتقد على رضا وقت كان سيد الفلتوان وامورنا مش تعب انا امورنا مش باهيه ووقت المادي عجيم يسير حسين يقول لك والله لا يقول لي شنو تقول لا ما تقولش ليش بي قلت برشا كانوا ينتقدوا بعد دخله بيت الطاعه فاش في التحكيم في التاكيد قد كل شيء مراد الدعمي غالي على المالكي مختار تليلي كيف انت شنو رايك؟ شوف ما نجموش نشوفوا والتحقوا بالجماعه متر الدالي وقعفار لا يعني ما نجمش اليوم اني نقول رايك مستحيل تعهد هذا ما تدخلش عمرك تكون موجود نقول لك حاجه مستحيل مش تلقاني اليوم اني معناها اني ننتقدها نولي حاشي بوست لا اني ننتقد حبا في هذا القطاع حبا في الرياضه اليوم كي نلقى وديع الجري يعمل به انا نشكره والدليل تشوفوني في تونسنا اليوم نشكر وديع الجري غدوه يغلط كنت نشكر فيه قبل بجمعه كي نحى فوزي بن زرتي وريت الطريقه مهينه فوزي بن زرتي زيدت ضد وديع الجري اليوم وديع الجري كي قدم الانتخابات وهنيناه وقلنا مش من حق الجمعيات تنتقد خاطر هما اختاروا القانون نتاع الانتخاب اللي عملوه كي اما كي في المقابل كي المات العروس ولا مختار تليلي يقول راهو او ما ترشح حد قلت له ستوب انتم ما خليتلهمش المجال مش ترشحوا العباد
اليوم حكمتوا على المترشح يجيب تزكيات اقل حاجه 15، وانتم التزكيات كل خدمه مواضيع الجري. يزمو السيد مش يترشح مواضيع، يزمو يجيب تزكيات من الجزائر ولا من ليبيا، ما مش يجيبوه. باهي مكرم، انا حبيت نحكي معاك على مسيرتك شويه، دخلت طول في صوب الموضوع. باهي خلينا نحكي ونرجع شويه لمسيرتك. ندمت على قرار انك وقفت ولا ما ندمتش؟ لا والله في حتى لحظه عمري ما ندم على حاجه خذيت فيها قرار، خاطر كي زيد تندم على حاجه خذيتها انت تولي ترجع لك بالسلب. اليوم قول لعل فيها خيره وحط في مخ كل شيء بالمكتوب، حتى كي ما وقفتش وحدك كي كرايت ضربت وخرجت، وهي حكام ضربوا وخرجوا. اليوم نلقى روحي في مجال اخر، خرجت من التحكيم لقيت روحي في مجال الاعلى من ديريكت من 2010 واني في الاعلى بشويه بشويه دخلنا التلفزه، واليوم نلقى روحي في مثلا في العمل البلدي في خدمه الرياضه في مدينه سوسه. تناوم كل شويه شويه معناها ما عنديش معناها اني نقرا. لا الزفره ما خدتش عليك بلاصه. لا ولا زفر تو نبر وخا زفر ماشي مكان، قال لي مازلت فيه. قلت له مش بيني كان جيت قعدت الزفره بطلت السنه. فهمت؟ فما شكون فرح كي لقيت بطل التحكيم؟ اكيد برشا، وبرشا كي يفرحوا كي نخرجوا من الاعلام، وبرشا كي يفرحوا كي خرجت من تونسنا. خلينا في التحكيم. اعطيني نعرفك جريء وتسمي اشياء مسميات، سمي لي اسامي. شوف انت مثلا في سوسه مش عندك الحكام كيفاش يخمموا. انت مثل قاعد زفر خرجت انت هو يفرح باش يقول لك بوقتك حتى ما كان حصلني هذا ما نجم نقولوا مشروع منافسه 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 يفرح بالبيع هذاك علاش باش تفرح شنو يفرح ارتاحوا مرتاحوا مني كانوا ياخذوا في ثلاثه ماتشوات كانوا عندنا 10 ماتشوات الكوتا بتاعنا في شهر مثلا يتقسموا ثلاثه 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 باش يوليو يتقسموا على زوز خمسه خمسه زايد ماتش صحيح بقعه مثلا عندك انت في سوس عندك حق في زوز بلايص قائمه دوليه كي نخرجني حكم دولي شو دخل واحد اخر حكم دولي ببلاصتي فما شكون غدرك من الحكام اكيد أي. اكيد وقول له حتى اعطيني قل لا لا هي المشكله الكل هي المشكله الكل كانت معنا صامله وطول البارح انا وهي في القهوه ما عنديش مشكله الكل اصحابك وتسبي لا عادي يقول حقيقه هذه يعني البارح والله انا صلى انا وهي بدا قدام الدار شي بحذايا كل يوم أي. هي صار الاشكال باهي اخذ لي بوقتي باعاز من علي حفصي باعاز من شخص اخر قالوا اني قلت كلام هو قال ما قلتش لكن السيد بيدو الماني بالامر قال راه وقال لي فهمتني ناحيه ثاني شد هو الهسة عمل كارير صغير خرج من القائمه الدوليه دخل غيره وهذيك متداوله الحكايه راه باه نجم نقولوا واش هي مقابله في المسيره التحكيميه مقابله حملهم برشا الاسبيرونس لا وزير حملهم وصفاقس وقبس شويه مش باش نجيك له اما نجم نقول الاسبيرونس وحملهم من المقابلات اللي قاعده تسدد تاريخ باه كلام احكام بحضنا موجه بحضر لهنا وكلام وظهر لي ما عجبكش برشا اي نذكر وقتها قال والله حق ما كان نذكر شنو قال باش نسمع شنو قال بعد نعلق عليه اللقام صعب بيني وبينك انا عندي معاه علاقه طيبه هيس لليوم الحقيقه ما عنديش حتى مشكل وهبط له حبيتك تسالني سؤال اخر وهبط له فوزي البنزرتي يدرب في الترجي ولا لا؟ اي صحيح وهبط له فوزي البنزرتي وفوزي البنزرتي قطع في ست تعرف البنزرتي تاعو يشد في الفيستا يبدا يهز فيها وينفض تاعو فهمت كيفاش؟ علاش؟ وسب الاربيتر رد بالك فوزي وانا بحلاه فهمت كيفاش ومن بعد كي سالوه الصحافه قال قلت له عيب عليك ايوه ما كلم اللقيم ما خرجوش لا ما خرجوش علاش تعرف تو سمحني باش يخرجوا فوزي البنزرتي تو بلا يقول لي قدوه لو كان جاء اربيتر ولد حمل من شيرتي انا ما نخمم غطي عليه خاطر مساحة لزوفة جهة مع بعضها ممكن ممكن هاك انت قلت ما قلتش قلت لي ممكن تلمحت لي ما قلتش زون ميكس شنو الصحيح وشنو الغلط في كلام سيلمونجي صح سيلمونجي تحية سيلمونجي صاحبي برشا زيت هو صح لا انا قلت يتكلم اما اول حاجة حاب نعقب اللي هو ما سبنيش تخلي حتى نرجع للكاميرا وحده هو ما سبنيش فوزي ما يسبش بس ما انا ما سبنيش صاحبي يعني راه فوزي انا تذكروا كاميرا كاشين عملت له يخلص عليا في قاعه وبعد يحرك فيا معناها مش فوزي ذيك اما الناس صايبه سي فوزي راه ما ثماش ما احسن منه ثاني حاجه يقول ما خرجوش خاطر جيته ما نصوراش خاطر قلت لك اني اصحاب بطبيعتي هو ما سبنيش اني هو كان يقول لي انت تقول جاي مش تخسر الترجي
خسر فوزي بنزرت وتحكي في القهوه قال سمى لي حتى اسم القهوه كثرت منك انا كلش حكي مش صحيح تشكون بتخيط ما بيناتنا وبرا مو العباد كيك. ثاني حاجه قال هو حق وقف المقابل ما بتعرف علاش به نسال كان شبيك خرجت وقتها من بنشيخ بن شويخة صابر خليف وصابر خليف سير كيما تقول لي انا ما نجيبش وهو قال في واحد تواش سمعت انا قال بلي حق وحق وقف المقابله خاطر فات ربع ساعه لا قل له قانون يقول لك 45 دقيقه في مجموع قصن الضوء القصن الضوء وقت 20 دقيقه لو كان 20 دقيقه هذيك وعاود قص 20 دقيقه اخرى وقص 10 دقائق وقف المقابله وقصوره شهيره اللي انا جايب سي البحري سي عامر البحري سي عامر البحري وقتها نحكي معه وحده سي عامر قال لي راهو المقابله يلزم كل خاصه 45 دقيقه جبته قلت له انت راجل معروف بالقانون معناها قدام العباد بدرج روحك ما تعرفش راهو المجموعه 45 دقيقه قلت له راس ما نقولوش قدام العباد فهمت هذاك علاش ما نحن تقول لي في الظروف هذيك اول حاجه ما تنجمش وقف المقابله ثاني حاجه ما حبش ماش حاب نحكي فيه الموضوع هذاك خاطر كلي برشا واحد سوليك انا كنت باش نوقف المقابله في الميتو مش وقتها مش وقت خلي فوزي بن زرتي في الميتو نظرا للظروف اللي وقتها ما نجمش نكمل نزف وقت تلقى بوليسيه في البلوكار خارجه والناس تشعل في النار ما تنفع عليك ولا هدك انا سمعت اللي بالسياسه بعت لي القوه اش قال لك ماكش تحكم في البلاد دي قال لك ماكش تحكم في البلاد و35 الف متفرج جسمك هذا جاي البودريك اللي ربي تحيه ليه خاطرني نقول راه حقيقه ما عندي ما نخاف حتى واحد الا من ربي وبعد يقول لي قلت له كيفاش نخرج والله كيماك قلت له كيفاش نخرج من الحجر قال لي ابدا وش يهمك وفجاه دم قص الضوء وبعد قينا الفراج ما فيه حتى واحد من جمهور الترجي اليوم تحب نقولوا ترجي قصد الضوء غير قصد الضوء خرج جمهورها ما يكونش فهمت ما يكونش ما فهمت معناها ثم رغم اللي انت متعصب لتوال كنت نجم لا لا كل حاجه بوقتها هو يغزل ترجي وقت تعمل حاجه وقت تربح لتوال وعندي صحابي وكشخين تحيه ليهم برشا برشا في تونس يحبوني ونحبوني ونقول لك نقعد ورا بايا ما نربحوكمش وكي يربحونا باربيتر ولا باسيستون قلنا لك ربحتونا بالاربيتر والباسيستون ما عندي حتى شيء فمش حالات ما قالتش على ماتش هذاك على كل شيء استهلك والقائق ما قالتش استهلك اما الماتش فيه حاجات خاطر فيه حاجات اعطينا حوايج اي معناها فيه حاجات اللي خاطر مش عاديه نكونوا نحن ماتش هذاك ثلاثه بلاش وبعتالي يجي يخسر بخيفه باش يمركي الرابع ويعمل روحه شنو فيه؟ يتيح سد عندك احسب وحدك ما نقولش شيء اني نقول لك وانت مش ما نقراش كل واحد كيفاش يقراها اليوم صابر خليفه يجي مركي الرابع ويعمل روحه يتيح وبعدين نقل انترونار يخرج احسن زوج جوارات وبعد تلصقوها في الاربيتر بالنسبه للبوندو الثالثه تحكيوا عليه والله دزوا مسكوا رابيدو الرامو تقريبا نسيت الحقيقه اي حاصيلو هو ما مسك كره بليدو الا من جوار رحم نفذزو مش هو مس الكره ما نجمش نحي بوندو ونحط بلنتي الماتش هذاك بالنسبه لي يعني مسجل لهنا تحط بلنتي لا ما تحطش بلنتي كيفاش نحي بوندو وش حط بلنتي ما كان بيدو شنو ما ركيش بيدو هو ضربت فيه هو وقت دزو الكره مست فيدو لكن في نفس الوقت هي تحت قدام جوار الاخر حط فهمتك معناها ما نجمش نحي بوندو وش حط بلنتي معناها بلنتي دزو اي شنو تحب تلمح يعني تقول تقول حملة تفاديا تفاديا المشاكل معناها الماتش هذاك لازم يخرج كيكا قرار من شكون قرار من الناس المعنية بالأمر بالنسبة لي ما عندي حتى قرار أني زفرت كما زفرت للحمام نمف كما زفرت للترجي والدليل لمساكني وقت ذكرها كما تو 43 دقيقة في الميتون الأول وخاسر الترجي تلوح يحب على بلنتي جبت له كفورة لبرا وحطيتها له لبرا بعيدها تقريبا 10 سنتي والبوعازي قريب اي شنو كتبت في الابولا نتاعك ما كان بعد ما كتبت شيء وقت تعرفش علاش خاطر جاتني ضغوطات باش نكتب شيء ما تكتب شيء تاع عصافير وتزقزق والسماء وزرقاء حطيت رابور وكملت في كلا واحد شكتب لا واحد كل شيء شكتب قلت اصابت اول الامن من قبل جمهور ترجي قلت حكيت على المقابله شنو صار بالضبط وقداش قص الضوء وكذا كذا بعثت لي عقبوا 3 جوان ترجي لعبت زوز ماتشوات وازت بطولة من غير جمهور والمقابلة الأولانية تاع سيزون لعبتها من غير جمهور. باهي شيبوب في حوار معايا قال انك انه رياض بنور جاك ليك انت
وقال لك انت بعثك سليم شيبوب باش تخسر ترشي انت لا محل مفيد هكا ولا مش مفيد مش طريق اغزل مش لياف بنور للامانه راهو انا كيما نقول لك علاقتي طيبه وما نحبش نكتب على العباد لياف بنور ما قالش الكلام هذا قالهولي لي عون امن ومعاه زوز قرد كولات تك ظهرين البورتيات في استاد حاطينهم هك اش دخلوا عون امن باش يقول لك حاجه وزوز تهدوا عليا وبعدك سليم شيبوب وبعدك سليم شيبوب واني سليم شيبوب لا بعضني للتاريخ لا بعضني ولا قلي ولا على بالي بيه اصلا وسليم شيبوب اللي يحكيوا عليه لعبات خاطر ثم صغيرات ان شاء الله يكبروا يعرفوا التاريخ عندي تبع سليم شيبوب سليم شيبوب انا سافرت ماتش علاش ديما يقال لك لما ذي تيكيك من الناس مرضى اني مره برك من فراغ زعما انا يقول لك ما سليم شيبوب سافرت ماتش برك اي مش معناها زفرك الماتش معناها مش محسوب عليه معناها ليه هذا ما فيش هذاك انت صحيح اي وقت الزفر في الناسيونال لحقت على سيبوب عمل الماتش ومشى خرج بالترجي فهمتك يعني زفرت ماتش ماتش ساتونزيان وترجي في زويت وقت ترجي سليم شيبوب رئيس وحمملم في بص عطروس قريب عطروس حماد العطروس وقتها سيراج جنشيح يلعب واسكندر سويح يلعب معناه يخلط طعام بركة وقتها بركة ماتش هذيك ثم جاء رئيس آخر الترجيته وسليم شيبوب خذها طريق آخر خرج وبعدين تخلج أولمبية وبعدين اللي يقول لي انت بتاع سليم شيبوب اللي زعل سليم شيبوب نحترمه ونقدره ما عندي حتى مشكل وكما الترجي نحترمه ونقدره ما عندي حتى مشكل اني راني بتاع روحي لم بتاع حتى واحد والدليل لتوال وقتها صديق شاب الخيرية صوت ضدي في علاش وقتها كلموا زي كلموا دي قصة هي طب مش برشا عباد وقتها المتر عروس كلم محمد كمون مش يكلم مش يصوت الجوادي نصر الله وسي حامد كمون كلم شاب الخيرية مش يصوت نصر الله جوادي وصوتوا في المجلس في المجلس في المكتب الجامعي في المجلس في المكتب الجامعي على نصر الله وتنحي تاني بطريقه غير شرعيه ولاول مره في تاريخ تونس قائمه دوليه بالفوت فهمتني وشهاب اليوم صاحبي وخويا فهمتني ونصر الله اليوم صاحبي والناس كل صحابي ما عنديش مشكل لان ديما قلبي ابيض نطلع صحيح ما نحبش الظلم اما نواجهك نقول لك راك عملت لي اما ما تنساش نبقاو صحاب باش نسكروا الموضوع نتاع سليم شيبوب باش قالوا في كلام اللي قالوا سيد الجزيري على ألقاب الترجي في عهد سليم شيبوب أرايو أنا ما حبيتهاش بين زوز جوهرات كبار بين أنا قامة في المجلس الجزيري ما حبتوش بنياتهم ونعطيك حاجة وهذه راهو الناس كل مقتنعة به في تونس الياق ليدو يغور بجمعية الكبار كل بدون استثناء علاش زياد خاص الترجي ما هو خاطر وقتها برشا بطولات الحقيقة في الوقت هذاك لتوال 9 سنين ثانية فيهم أموا ثم 5 بطولات الحقيقة مستحق ما نعملش مسؤولية الترجي كانت قوية وقتها حتى لتوال قوي حتى لتوال قوي والتاريخ كل نعرفوه لا هذا تاريخ هذا ما نجموش فسخورة ما نجموش فسخورة ديما فما كلام فماش إثباتات ما تلتو ما تلقاش إثباتات ما تلقاش إثباتات اليوم أنت اليوم كي نجيو نحن مثلا حتى لتوال عام 2015 اليوم كي نوليو نحن نشكو في فاكس تاع الرابطه في تاجيل مقابله وناخذوا عليه بعتالي ونحيوا الكونات الاتوال تولي تقول لي ما ثماش تبتات علاش تكون ضد الاتوال نحترموا الترجي راهو الترجي جمعيه كبيره من جمعيات الكبار في تونس واللي تشرف الكره القدم التونسيه اما هذا ما يدعي ما نجموش نقولوا ثم بطولات تاع الاتوال خدمت الترجي بطريقه او باخرى من 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 الكلام سهل ما مش هذا التاريخ ما نجموش نقولوا راهو نحن اي مره مر 9 بطولات تم أموا 5 مستحق لتوا كيفاش حسبتهم على ثم أنا عملت ترتيب وحدك على كيفاش ثم بطولات ثم لتوا ظلمت في ماتشوات ظلمت في ماتشوات اللي أعطيني مثلا اليوم عوين ماتشو دولة 9 سنين التالي وقتني من زلت ما ليه من قعدوا في بالك كنت نتساوي مدى ما قعدوا في بالي قعدوا في بالي قعدوا في بالي خلنا أنا نعطيك مقابل زبير نويرة زفر ماشي ترجي لتوا في المنزل جانيت قتلوه بالضرب في الاخر عطاه ورقه حمراء يصير غلط ليه مش غلط عطاه غلط توال ولا كلوب ما استفادوش معناها ليس قلت تو ظهر لي نرجعوا للكلام الاولاني قلت كل جمعيه تلقى فيها مش تفك راهي تفك توال سيس توال كلوب ابريكا الاسبيرانس كل
اللي عنده بوفوار يفك في البلاد هذه. واضح. كما قلت لك تو اللي يكون بصباح بكري يحكم. هذيك هي. غدوه تو يتكلموا جمعيات الكبار والله هذا يفكك فكتونا بطوله. إيه وانت كي كنت قوي وعندك بوفوار وعندك رجالك واقفينك ما فكيتش ماك فكيت زد. واضح. والناس كل تفك. واضح. يعطيك الصحة مكرم لقيم لنا مواصلين في الحوار نتاعك نمشيو للأخبار مع زميلتي فدوى تركي بعد مواصلين مع مكرم لقيم حتى الربعة نتاع العشية.